الحالة دي حققت الأمان لكم وحققت الأمان لنا، حققت السلام لكم وحققت السلام لنا. نستطيع لو احنا، ما هو الأمر مش إرادة بس قيادة، إرادة قيادة وإرادة رأي عام. والرأي العام زي ما قلت كده جزء كبير جدا منه معاش التجربة اللي أنا بتكلم عليها، اللي هي تجربة ما قبل اتفاقية السلام بين مصر وبين إسرائيل. أنا عايز أقول لكم إن في مبادرة عربية، وفي مبادرة حاليا فرنسية، وفي جهود أمريكية، وفي لجنة رباعية، وفي كلام كتير جدا بيبذل من أجل إيجاد حل لهذه القضية. نحن في مصر ولا نستهدف ان احنا يعني نلعب دور ريادي او نقود او لا، احنا بنقول مستعدين نبذل كل الجهود اللي تساهم في ايجاد حل لهذه المشكله.